إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه الكرام، خصوصاً إلى حضرة الشيخ السيد جعفر بن حسن البرزنجي، شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي بلغ الوسيلة، يا ربي حصه بالفضيلة، يا ربي صل على يا ربي وارض عن الصحابة، يا ربي وارض عن السلالة، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي وارض عن المشايخ، يا ربي فارحم والدينا، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي وارحمنا جميعا، يا ربي وارحم كل مسلم، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، اشتركوا.
شان ودرج عطف التياج رد العالم. يا أهيل الجود والكرم، يا رسول الله سلام عليك، يا رفيع الشان والدرج عطف التياج رد العالم. الإحسان والحسن نحن من قوم به سكنوا، وبه من خوفهم أمنوا. يا رسول الله سلام عليك، يا رفيع الشان والدرج عطف التياج رد العالم. يا أهيل الجود والكرم، ربي فانفعنا ببركتهم، واهدنا الحسنى بحرمتهم، وأمتنا في طريقتهم، ومعافاة من الفتن. واجعلنا من الأخيار. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله.
الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أبتدئ الإبلاء بسم الذات العلية مستدرا فيض البركات على ما أنا له وأغلاه وأثني بحمد موارده سائغة هنية ممتطئا من الشكر الجميل مطايا وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتقل في الغرر الكريمة والجباه وأستمنح الله تعالى رضوانا يخص العطرة الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع ومن والاه وأستجديه هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية وحفظا من الغواية في خطط الخطأ وخطاه وأنشر من قصة المولد النبوي برودا حسانا عبقريا ناظما من النسب الشريف عقدا تحل المسامع بحلاه وأستعين بحول الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله أطر اللهم قبره الكريم بعرف الشجين وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. وبعد فأقول هو سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب طالب واسمه شيبة الحمد حمدت حصان السنية ابن هاشم واسمه عمرو بن عبد مناف واسمه المغيرة الذي ينتمى الارتقاء لولياه ابن قصي واسمه مجمع سمي بوصي لتقاصي في بلاد قضاة القصية إلى أن أعاد الله تعالى إلى الحرم المحترم فحما حما ابن كلاب واسمه حكيم ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فير واسمه قريش وإليه تنسب البطون القرشية
وما فوقه كناني كما جنح إليه الكثير وارتضى. ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس، وهو أول من أهدى البدن إلى الرحاب الحرمية، وسمع في سلبه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ولبى. ابن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، وهذا سلك نظمت فرائدا بنان السنة السنية، ورفعه إلى الخليل إبراهيم أمسك عنه الشار وأباه. وعدنان بلا ريب عند ذوي العلوم النسبية، إلى الذبيح إسماعيل نسبة ومنتمى. فأعظم بي من عقد تألقت كواكب الدرية، وكيف لا والسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسطته المنتقى. مفتاح الجنة لا إله إلا الله، مفتاح الجنة لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. مفتاح الجنة لا إله إلا الله، مفتاح الجنة لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. نسب أنت فيه اليتيمة العصماء.
الأسماء أكرم به من نسب طهره الله تعالى من سفاح الجاهلية. أورد الزين العراقي وارده في مورده الهني وراه. يا ربي أباه.
سرات سرى نور النبوة في أسارير غررهم البهية وبدر بدره في جبين جده عبد المطلب وابنه عبد الله أطر اللهم قبره الكريم بعرف شجيم من صلاة وتسليم وسلم وبارك عليه. ولما أراد الله تعالى إبراز حقيقته المحمدية وإظهاره جسما وروحا بصورته ومعناه نقله إلى مقره من صدفة آمنة الزهرية وخصها القريب المجيب بأن تكون أما لمصطفى ونودي في السماوات والأرض بحملها لأنواره الذاتية وصبا كل صب لهبوب نسيم صبا وكسيت الأرض بعد طول جدبها من النبات حللا سندسيا وأينعت الثمار وأدنى الشجر للجاني جنا ونطقت بحمله كل دابة لقريش بفصاح الألسن العربية وخرت الأسرة والأصنام على الوجوه والأفواه وتباشرت وحوش المشارق والمغارب ودوابها البحرية واحتست العوالم من السرور كأس حمية وبشرت الجن بإظلال زمنه وانتهكت الكهانة ورهبت الرهبانية ولهج بخبره كل حبر خبير وفي حلى حسنه ثاه وأوتيت أمه في المنام فقيل لها إنك قد حملت بسيد العالمين وخير البرية وسميه إذا وضعته محمدا لأنه ستحمد عقبا أطر اللهم قبره الكريم بعرف شجيم من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولم ما تم من حمله شهران على مشهور الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله وكان قد اجتاز بأخوانه بني عدي من الطائفة النجارية ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشكواه
ولما تم من حمله على الراجح 9 أشهر قمرية، وآن للزمان أن ينجلي عنه صداه. حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية، وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سناه. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور، مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور. أنت نور فوق نوري، أنت إكسير وغالي، أنت مصباح الصدور. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام الخفيقيني، يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك.
كريم الوالدين، حوضك الصافي المبرد وردنا يوم النشور. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، حنت بالسرى إلا إليك، والغمام قد أضلت، والملا صلوا عليك. واستجارت يا حبيبي عندك الطبع النفور. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد.
أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على ومحيا كالشمس منك مضيء أسفرت عنه ليلة غراء ليلة المولد الذي كان للدين سرور بيومه وازدهاء يوم نالت بوضعه ابنة وهب من فخار ما لم تنله النساء وأتت قومها بأفضل مما حملت قبل مريم العذراء مولد كان منه في طالع الكفر وبال عليهم ووباء وانتوالت بشرى الهواتف أن قد ولد المصطفى وحق الهناء هذا وقد استحسن القيام عند ذكر مولده الشريف أئمة ذو رواية وروية فطوبى لمن كان تعظيمه صلى الله عليه وسلم غاية مرامه ومرماه أطر اللهم قبره الكريم بعرف الشجين من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه يا سيدي Oh,
بالمصطفى